لا تحكي هالحكي. هارش، شكرا كثير لانك انقذت بنتي واعطيتها فرصه بالحياه. شكرا لك ابني. لا لا تشكرني عمي. انت منيح وما في منك، بتمنى تضل بخير. عمي انا كمان كنت محاصر مع ميتري، كان لازم انقذ حالي كمان مو بس ميتري. ابني نحن اعتقلنا في مال بس لسه لازم نحقق معه مع اهله مشان نعرف كل تفاصيل هاي القضيه. ماما شو صار؟ وين متري؟ وين ابوك؟ يلا قل لي ابني. ماما طولي بالك شوي، رح احكي لك، اهدي. هذا الزواج طلع مزيف، وهداك الزلمه محتال. اختي منيحه وما فيها اي شيء، وبابا راح لحتى يرجعها لهون، لا تخاف. ماما متري انت منيحه؟ خفت عليك كثير بنتي. سادنا اطمني كل شيء منيح. منيح انه مضت على خير. أنا ماني عارفان كيف بدي أتشكرك وأطلب السماح منك بعد اللي عملته معك. وهلأ أنا لازم أحكي الحقيقة، ومن شان هيك أنا غلطت كتير بحقك وبتمنى أنه تسامحينا. ما في داعي تعتذر عمي ولا حتى تشكرنا، نحن عملنا اللي حسيناه مناسب. أنا بس الشي اللي بدي أقول لك يا عمي إنه الواحد ما بصير يبني مستقبله بناءً على قرارات مستعجلة. الحب هو الشي الوحيد اللي بيستمر مع الإنسان، لهيك نحنا لازم نتزوج بس الشخص اللي القلب بدق له وبيوثق فيه وبيحبه وبيحترمه وبيفكر بشريكه قبل ما يفكر بحاله. كل هاي الشغلات اللي قلتها موجودة بين أخي ساشين وبرنسي. إذا بتوافق إنه تزوجهم وتكون مبسوط، هذا الشيء أكيد رح يساعدهم كتير. بترجاك عمي. ميتري من الأفضل إنه أنت ما تحكي عن الزواج والحب. أنا ما بقبل إنه حياة برنسي تتدمر بسبب هالزواج. أنت شو عم تحكي يا أختي؟ أختي بعرف إنه كل اللي بيهمنا هو راحة برنسي وسعادتها بحياتها، ومن شان هذا السبب رح أعمل الشيء اللي بيفرحها. مثل ما بدك أخي. نحن موافقين على الزواج. بابا انت بتقبل بزواج اخي ساشين وبرنسي؟ بترجاك.
يلا ابني لبسها الطوق. العريس والعروس لازم يقدموا الوعود، العرسان لازم يوعدوا بعضهم انه يضلوا مع بعضهم بكل الظروف المنيحة والسيئة، ويساندوا بعضهم بكل المواقف اللي بتواجههم بالحياة. وهلأ كل واحد منكم لازم يوعد شريكه، لأنه هاي الوعود رح تجمعكم طول العمر وتساعدكم كمان لتكملوا حياتكم مع بعض. يلا تفضلوا بلشوا. ما فكرت بحالي قبل ما أنقذ حياتك، كيف هالشي؟ ما كنت أهتم غير بحالي، ليش أنا عملت هيك؟ معقول ما بقدر أعيش بدونك ميتري؟ هارش وين راح بعد ما قال لي اجي لهون؟ شو كل هاد؟ بس هارش اللي بيقدر يعمل هيك شيء. مزبوط يا عصبيه،